ده حصان برضو من احلى الخيل اللي موجوده في مصر، وهو حصان عايش دلوقتي حي يرزق برضو، وبيشارك في المباريات في الدرجه الاولى، ومن احلى الخيل اللي في الدنيا. ايه حالته بقى يا دكتور؟ ده قصه بقى، زي ما انت شايفه خرطوم برضو ركبته له وانزل واعمل، وهو ما بيفكش خالص. لجأت بقى ان انا اعمل معاه ايه، قمت جايب لقيته بقى كان اتنفخ خالص، عامل زي بالونه كبيره، قمت جايب ابره وقمت داخل في الامعاء من بره، وقعدت افسيه كده زي العجله الكاوتش. الامعاء لما توصل ان هي بتنتفخ لدرجه جامده جدا، لازم البالونه بقى انت خلاص الحصان هيموت منك، وعملت معاه كل حاجه. فاقوم جايب كانيولا كبيره او ابره طويله، واقوم داخل في الامعاء من بره عشان بس. طبعا دي ليها قصه كبيره، اوعى حد يعملها يا جماعه خالص، دي زي عمليه جراحيه. بعقم كويس جدا، بحلق الشعر، بعمل كل حاجه، والفيديو اللي جاي واحنا بنخرم فرسه فهوريه لكم. وهتشوفوا بقى كمان بعد ما الغاز اللي بيطلع ده غاز سام، فبقوم جايب الولاعه، مولع بالولاعه عشان تفضل النار شغاله، اعرف اذا كان الغاز ده شغال ولا لا، ما اقعدش اقعد احط. معلش يا دكتور، واحده واحده علينا. انت فعلا انت خدتني في عالم تاني خالص يا فندم، بس عالم ساحر وعايز افهم. الفكره لما احنا حطينا الابره، ايوه، فرغنا الهواء كله كانك بتفضي كاوتش بالظبط، فاتحه البلف وبتفضي كاوتش وبنفس القوه والسرعه. يعني الفكره بس اللي ممكن يحصل بريتونايتس، يحصل التهاب في غشاء البريتوني ويحصل عدوى، فالحصان يموت بعد ما تعمل الموضوع ده. عشان كده لازم واحد متخصص، وانا داخل بحقن مضاد حيوي، وانا طالع بحقن مضاد حيوي، عشان الحمد لله انا يعني عندي 6 خيل مخرومين وعايشين لغايه النهارده الحمد لله، بيشاركوا في البطولات، حيين يرزقوا، ما حصلهمش اي حاجه، صحتهم زي الفل، ما حصلهمش اي مشاكل تاني الحمد لله، بس تعملها صح. وعندي خيل تانية اتخرمت وماتت، بس ما اتخرمتش بسبب، ما ماتتش بسبب الخرم، هي ماتت بسبب ان هي كانت هوبلس والخرم ما عملهاش حاجه، فاهماني؟ لكن الحمد لله ما عندناش حاله انفكشن ولا بيتونايتس من اي خرام حصلت، او اي ثقوب، بلاش كلمه خرم، نقول ثقب، بتثقب الامعاء من الخارج باستخدام ابره، تفضي كل الغاز اللي موجود جوه، بحط الولاعه. كنت بتولع علشان بتعمل تست الحاجه ايه؟ الغاز اللي بيطلع من جوه ده غاز سام، غازات سامه شديده السميه، وسريعه الاشتعال جدا. طول ما هي مولعه يبقى في غازات، في غاز بيطلع اول ما تبطل شيليه بقى خلاص، خلاص. بس تشيله بالطريقه المعينه بالاسلوب المعين. كل حاجه يا جماعه دي صنعه، وده علم، ولازم تبقى انت عندك العلم ده. انا اما بنام بالليل يا نيفين بخاف من حاجتين. خير؟ اول حاجه البكتيريا. البكتيريا دي عقده حياتي، يعني قد ايه ان الحصان لو دخل فيه حته بكتيريا في حته معينه بقوه، وحصان غالي جدا وفلوسه عامله ازاي وبتاع، راح في ثانيه.